الدكتور ياسر برهامي داعية إسلامية شهير ونائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، كما أنه سياسي بارز اشتهر بمواقفه الحاسمة والمثيرة للجدل أحيانا. بدأ ياسر حسين محمود برهامي حياته السياسية بالمساهمة في تأسيس الدعوة السلفية التي نشأت بمحافظة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس الطب وماجستير طب الأطفال من جامعة الإسكندرية، ثم حصل على ليسانس الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر، وله مقالات كثيرة ومؤلفات في الفقه والحديث والتفسير ومجموعات صوتية حول قضايا دينية ومجتمعية. منذ بداية الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا، قدم الدكتور ياسر برهامي حلولا ومبادرات لإنهاء الاحتقان، كما دعم المبادرة التي أطلقها حزب النور الجناح السياسي للدعوة السلفية للخروج من الأزمة. وتعرض ياسر برهامي لهجوم شديد بسبب موافقته على الحوار مع جبهة الإنقاذ الوطني ودعم مطالب المعارضة وانتقاد النظام الحاكم، واستقال مؤخرا من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. اهلا بكم من جديد. لم يتوقع احد انهيار التحالف بين السلفيين والاخوان بهذه السرعه، ولم يتوقع احد الخلافات التي اشتعلت مؤخرا بين جماعه الاخوان المسلمين وحزب النور، لكن الفتره الاخيره شهدت تطورات متلاحقه واتسعت الفجوه بعد اعفاء القيادي بحزب النور الدكتور خالد عالم الدين مستشار السيد رئيس الجمهوريه للبيئه من منصبه وتجاهل مبادره حزب النور للحوار الوطني. النهارده معانا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، عشان نعرف من فضيلته الأسباب الحقيقية للخلاف وأبعاده وتداعياته، هل هناك وساطة لرأب الصدع بين السلفيين والإخوان قبل الانتخابات القادمة، أم أن السلفيين هينتقلوا إلى جبهة المعارضين لحكم الإخوان؟ أهلا وسهلا بفضيلتك وحمد لله على السلامة. أنا عارف حضرتك جاي من الإسكندرية، يعني يا رب يكون المشوار كده كان بسيط في وسط الزحام اللي إحنا فيه ده. الله المستعان. الحمد لله على السلامة. حضرتك دكتور، أولا عايز يعني أعرف تصورك العام، رؤيتك للمشهد الآني في مصر في ظل ما نراه في بورسعيد، ما نراه في المنصورة والدقهلية، ما نراه في كوبري أكتوبر وفي كوبري أصل النيل، وفي تقديرك كيفية الخروج من هذا المأزق الذي يعني الجميع فيه الآن؟ الله المستعان. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأول المقدمة اللي حضرتك ذكرتها إن يقول انهيار التحالف، أنا بفكر بس هو السلفيين والإخوان دخلوا الانتخابات مع بعض في مجلس الشعب في مجلس الشورى فما حصلش، لكن ده كان في قضايا معينة بيحصل عليها اتفاق فبنجتمع فيها، وفي قضايا في نفس التوقيت بيحصل عليها اختلاف فبنختلف فيها، لأن احنا فكرتنا عن قضية الاتفاق والمعارضة ما انا بقول لحضرتك ما كان في حاجة في قضايا اتفق عليها، وده اعتقد ان هو معارضة ايجابية او كذلك موافقة ايجابية. يعني يوم ما كان قررنا في الاول مثلا في الانتخابات الرئاسة في اول مرة كنا من اي دكتور عبد المنعم مفتوح، لما اصبح النزاع او المنافسه ما بين الدكتور محمد مرسي وبين فريق احمد شفيق اخترنا الدكتور مرسي، فكان توافقنا في هذه المساله، توافقنا على سبيل المثال في الاعلان الدستوري تحت طبعا ما يقال على ان كان هناك تاييد للفريق احمد شفيق غير معلن من قبل. لا 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 ده كان ده حد ما اظن ما حدش يعني يستطيع ان يقول ذلك، لان الاخوه السلفيين الدعوه السلفيه خصوصا بذلت جهد هائل في دعم الدكتور مرسي، ده كلام ما فيهوش تردد، وانا اتذكر يعني بسعاده كلمه فضيله المرشد يعني بعد ما رحنا نهني على فوز الدكتور محمد مرسي قال جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا يعني مرات عديده يعني، وكذلك الدكتور مرسي يعني هو يعني كان في شكر خاص، احنا بنعمل ذلك لله سبحانه وتعالى ثم لمصلحه البلاد يعني، والاداء اللي احنا ارتقيناه في هذا الوقت، لان يعني الامر ده زي ما بقول مش تحالف على الدوام في كل القضايا، ان حتى البعض يقول ده انتوا السبب في الكلام ده، لا احنا بنتحالف على قضيه معينه ونتخالف
احيانا على قضيه اخرى، لكن انا بفكر بذكر يعني الكل بان احنا ما دخلناش انتخابات مع بعض، بل دخلنا على تنافس المفروض ان هو كان بميثاق شرف نتمنى دايما ان احنا نلتزم بيه، ومنها اخش لاجابه سؤال حضرتك. بس عفوا فضيلتك يعني صح. لكن السؤال بيجيب يعني يمكن سؤال تاني، طب ايه النهارده الاسباب الحقيقيه للخلاف مع الاخوان؟ يعني ما كانت الحاجات موجوده النهارده بقى. ايه الاسباب يعني؟ عده نقاط بدايتها يعني كان في بلا شك يعني يعني احنا كنا عندنا رغبه في ان يكون في مشاركه من كل القوى السياسيه. الواقع المصري الحالي يحتاجها جدا لموازنه القوى الموجوده فيه من الكل حتى ولو بنسب ضئيله. فكان في اتفاق على ان الحكومه قبل، على فكره قبل انتخاب الدكتور مرسي، على ان يكون شكل الحكومه القادمه هي حكومه ائتلافيه بنسب التواجد في البرلمان اللي هي احد عناصر مبادره حزب النص. الفكره دي كانت موجوده عندنا من قبل انتخابات الرئاسه، واتفقنا على ذلك بان الحكومه القادمه تكون حكومه تكنوقراط، لكن يختار التكنوقراط فيها الاحزاب المشاركه في البرلمان على حسب نسبها، بحيث الكل يحس ان هو مشارك في حمل المسؤوليه، عشان نحل المشكله الحاليه دي بان في طوائف يعني مستعده انها عشان تسقط الحكم اللي هي لا تعترض عليه، يعني ممكن عايزه تسقط البلد كلها. ولذلك بقول احنا ندخلكم المشهد الحالي ده ازاي؟ لا احنا محتاجين جامد جدا ان احنا نقدم يعني نخلص لله عز وجل اولا، وان احنا كلنا مسؤولين امام الله، وان احنا ما يكونش عندنا احد الاحتمالات ان احنا ممكن نوقع البلد اقتصاديا مثلا، او نوقعها قانونيا وامنيا، او نوقعها سياسيا بالمره بحيث تخش في ازمه ضخمه بحيث عشان نسقط نظام معين. لا احنا معاناه المواطن يعني ألم المواطن المطحون ده لازم كلنا نكون رفقاء وعندنا شفقة ورحمة، تراحم فيما بيننا، مثل إن في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو حطينا في نيتنا الأمر ده يوم مش هخرب، مش هولع النار في مؤسسة ولا في منقولة ولا في سيارة هي ملك للشعب. أنا عايز أعترض من حقي أعترض بمظاهرة سلمية، وانا بدعو كل القوى عموما الى ان صندوق الانتخاب هو امثل طريق نقدر من خلاله نحقق التغيير، وان احنا نشترط بقى ونبذل جهدنا في انها تكون انتخابات نزيهه، في انها انتخابات نلتزم فيها جميعا بميثاق شرف حقيقي كلنا نلتزم به، مبادئ ديننا وقيم مجتمعنا المستقام من هذه الشريعة، الصدق، الوفاء، حفظ اللسان، يعني الكلام الإنسان يريد وجه الله عز وجل من العمل الذي يعمله. نقعد نقول إيه الخلافات اللي بيننا، دايما جزء كبير منها بيبقى اختلافات في وجهات النظر، اجتهادات، قد أصيب وقد أخطئ، قد اقبل احيانا اشياء كنت مؤخرا فيها. يعني اذا قلنا مؤخرا، هل اقاله انتصار الرئيس الدكتور خالد علم الدين دي كانت اخر واحده؟ يعني كان قبلها كان بدات مشاكل في قضيه قانون الانتخابات في مجلس الشورى، والاخذ والرد في بعض المواد القانون، وكان في اختلاف، والاخوه في مجلس الشورى انسحبوا حتى في بعض المسائل. صحيح. وجي بعد كده قضيه المبادره، ودي اللي هي كانت فيها يعني هل المبادره دي هي اللي بدات يعني يمكن توتر العلاقات بين الجانبين، وجلوسكم مع جبهه الانقاذ هل على فكره اولا احنا انطباعا لدى يعني لازم نكون عارفين يعني ان احنا بتغير الموقف لم نتحرك مع جبهه الانقاذ. نعم. اللي يعني الامر المبادره دي كانت ورقه عمل حزب النور للحوار الوطني اللي الرئيس دعا اليه، ولم حقيقة الواحد بيقرا حاجات غريبة جدا في الجرايد يقولوا ده انتوا وضبتوها في دبي، ده مش عارف انتوا قعدتوا مع جبهة الانقاذ الاول. المبادرة دي تكونت بافكار ابناء الحزب وابناء الدعوة في طريقة الاصلاح، في استيعاب المشهد الحالي كيف نستوعبه، لان في قوة كثيرة جدا مؤثرة فيه، فلابد ان احنا نحاول نستوعبها. مجموعة الأفكار دي كانت هي ورقة العمل التي طرحت. لما بس إيه القواسم المشتركة حضرتك اللي ممكن تكون تربطكم بجبهة الإنقاذ؟ ما أنا بقول لحضرتك هو كان في جزئين في المبادرة، مش قواسم مشتركة، ده مواقف سياسية ممكن أكون أنا أرى القواسم السياسية على اللي هي قضية تغيير الحكومة.
ومسألة طلب استقالة من النائب العام لإزالة الاحتقان لدى القضاء. كان ده هما دول أكتر نقطتين. وإحنا بنقول بنطرح الكلام ده قد يقبل بعضه قد يرفض بعضه، يبقى نخليها للحوار وليست متابعة للطلبات في كل حاجة. لا، إحنا قلنا ممكن إن الأمر ده هو لسبب الاحتقان الشديد، فممكن نقول ننزع الفتيل بهذه الطريقة. الحكومة أدائها فيه ضعف، فنقوم نقول إن ممكن تتغير وتتغير بحكومة ائتلافية زي ما كنا طالبين في الأول، إن الكل يشعر بأنه مشترك، يقوم ما يبقاش فيه تجيش للقوة كلها. هل رشحت أسماء محددة بعينها للرئاسة لحزب الحرية والعدالة لتولي رئاسة الحكومة؟ ده كان فكرة كفكرة في المبادرة. زمان كان الكلام المفروض إن هو فيه تشاور من أجل تحديد من الذي يتولى رئاسة الحكومة. فقضية الشورى دي لابد أنها تعمق حقيقة، والشورى مع من لهم وزن وتأثير ظهر في الانتخابات، بحيث أن هو لهم تأثير في يعني في الناس حقيقة، وهم لهم رأي مسموع وهناك من يثق فيهم. فالمفروض أن احنا كلمة وأمرهم شورى بأنهم دي نطبقها تطبيق حقيقي. ده لم يتم. جي بعد كده لم يتم. جي بعد كده مشكلة بعد قضية المبادرة، جت مشكلة يعني ايه قالت الدكتور خالد، واللي احنا رأينا شفتها زي حضرتك إعفاء الدكتور خالد. انا رأيته، انا كنت مسافر حقيقة يعني فوجئت بعد السفر بيوم واحد كنت بعمل العمران، انها ان وكيل الدكتور خالد الاخوة بلغوني ان الامر تم اعلانه في الاعلام بانها اقالة مسببة بنوع من الشبهة او التهمة المالية، وبعدين ان في تقارير رقابة ادارية ونحو ذلك، وبعدين الاخوة يعني بحثوا في هذا الامر. طب احنا عايزين نعرف الادلة دي. وفي قيادة في الهيئة الشرعية قالوا ان الرئاسة اطلعتهم على ادلة ادانة الدكتور خالد. هل شفتم اي ادلة ادانة حقيقة؟ لا يوجد اي دليل، ولا حتى لدى الرقابة الادارية. الرقابة الادارية صرحوا بانه لا يوجد شيء على الدكتور خالد على مندي. والهيئة الرقابة الهيئة حقوق الاصلاح الهيئة الشرعية حقوق الاصلاح في اللقاء الاخير اللي كان بعد الاستقالات حصل لقاء مع يعني موفد من القبل المستقلين كمندوب عنهم، يعني في حوار مع رئاسة الهيئة وامانتها، فهم اكدوا انهم لم يروا شيئا ايضا. الهيئة الشرعية حقوق الاصلاح لم تطلع على شيء على الاطلاق، واحنا طلبنا من الرقابة الادارية ان يكون في حد في ادلة، لان احنا يهمنا الامر ده وسمعة الدكتور خالد. سمعتنا الدكتور خالد معانا من اكتر من 30 سنة، فيعني ده يمسنا بالتأكيد، يمس دعوتنا ويمس حزبنا. وبالتالي فمثل هذه الطريقة غير مقبولة بلا شك، خصوصا ان احنا اولى الناس اللي اطلع عليها. وانا بقول الهيئات التي اطلعت عليها كيف اطلعت عليها، والهيئة الرقابة الادارية نفسها بتقول ما عندناش حاجة خالص على الدكتور خالد عمل دي. كان رئيس الهيئة قال ما عندناش اي دليل على هذه المسألة. انا كنتش حاضر طبعا الاخوة اللي كانوا حاضرين، ولكن اكدوا ان هو لا يوجد شيء على الدكتور خالد عمل دي. والرئيس في حوار مع حضرتك اكد ذلك، قال انا لم اقله من اجل ايه، ما فيش عندي تهمة له. صحيح. وهذا الكلام بلا شك اعتبرناه كافي في اغلاق هذا الملف، لكن كونه ملف سبب جرحا اكيد في تفسير عند حضرتك لاعفاء دكتور خالد. انا بقول طبعا بلا شك ان هناك من المحيطين بالرئيس من يعني عرض عليه ما اقنعه بهذا الامر الذي ليس له حقيقه. ودي بنقطه لابد ايه يعني نطبق فيها قول الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. واذا كان هو مش فاسق عنده صحيح، بس اي لابد من بينات. هل هذا الامر وصل الى تهمه؟ اذا لابد من دليل بينات، لكن مش مجرد ان واحد يقدم بلاغ يبقى هو ده. اللي اظن القصه منشوره كامله في اليوم السابع، وان لماذا تم التعامل معها بهذه الطريقه. يعني حضرتك قلت اظن انك بتهاني الدكتور خالد على اعفائه منصبه لانها كانت مسؤوليه بلا صلاحيات. طيب السؤال، ليه وافق حزب النور منذ البدايه على ترشيح او تعيين مستشارين الرئيس وهم بلا صلاحيات؟ احنا كنا بنبعث رساله اكيدة بان احنا رغم ان احنا رفضنا الاشتراك في الحكومه بنسبة التمثيل غير متفق عليها وغير متناسبة مع وجود حزب النور في البرلمان السابق وفي مجلس الشورى الحالي، الا ان احنا كنا بنبعث رسالة للرئيس بان احنا معك، وان احنا عايزين مؤسسة الرئاسة تبقى ممثلة حقيقية لجميع المصريين.
وكان لابد من وجود تمثيل لنا في مؤسسة الرئاسة. فعشان كده هذا الجزء اللي كان وحيد باقي من جملة أمور كان هل طالبتم فعلا بتغيير الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية بعدما انفصل عن حزب النور؟ لا، بس احنا بعد ما انفصل حزب النور اصبح الممثل لينا في مؤسسة الرئاسة اللي يبلغ صوتنا هو الدكتور خالد والدكتور بسام. فكان المطلوب ان يكون في حلقة اتصال اكيدة وسريعة. اذا بينا نفاجئ بس الدكتور خالد بيقول انا بقعد بالثلاث شهور اقدم طلب عشان اقابل الرئيس، ما بقلوش. فاصبح ان فين هي صفة الوصلة اللي موجودة واللي مطلوبة واللي من خلالها هتحقق وامرهم شورى بينهم. فعشان كده هميته فعلا انها بهذه الطريقة اصبحت مسؤولية بلا صلاحية. فضلتك قلت، قريت انا حديث لحضرتك في مصر اليوم، ان النور لن يعقد اي صلح مع الاخوان الا اذا تابوا وعادوا الى الله. حضرتك تقصد ايه بهذا الكلام؟ على فكرة التصريحات احيانا بتتنقل بالمعنى المخل. ممكن اوضح النهاردة يعني. اولا احنا بنقول بنختلف، مش معركة، لكننا في اختلاف، في اختلاف وجهات نظر. وقضية اللي كان مطروح عليها قضية التحالف في الانتخابات القادمة، احنا بالتأكيد ان ده مش مطروح، وبالتأكيد انه برضو لابد من في تهمة بالباطل، اولا للحزب نفسه وللدعوة، بالنفاق احيانا، بالعمالة احيانا، يعني بالتحالف. ودي في الحقيقة عند الصف الاسلامي بيعتبروها ان انت تحالفت مع من يريدون هدم المشروع الاسلامي، او من يعارضونه. مشروع الاسلامي متمثل في الرئاسه والدستور ونحو ذلك. وحتى البعض بيظن ان احنا وافقنا على تغيير مواد الهويه في الدستور، وده مش صحيح بلا شك، ان الامر بالعكس، اتفق على ان تغيير مواد الدستور تبقى من خلال الاليه التي موجوده في الدستور، وده اللي احنا وده موجود في الدستور فعلا، واحنا وافقين عليه. احنا دعمنا القول بنعم على هذا الدستور. اللي موجود فيه ازاي يتغير وازاي يتغير مواده؟ بالعكس، احنا في جلسه الحوار ما بين الحزب وبين جبهه الانقاذ في كلمات حول قضيه الماده المفسره 219. انا انبسطت جدا ان الاساتذه يعني في جبهه الانقاذ صرحوا بانهم كانوا فاهمينها غلط، وان كلمه مذاهب اهل السنه والجماعه مش معناها السنه عن السنيين والجماعه عن جماعه الاخوان، دي مذاهب الاربعه صحيح. المعتمده. وبالتالي فاحنا قالوا كده ما عندناش مشاكل الحنفيه والشافعيه والمالكيه والحنابله والظاهريه معاهم. وبالتالي ده بيعمل وقايه من المذاهب الشيعه واللي احنا حريصين اكيدا على تجنبها. وبالتالي فقالوا احنا مش معترضين على الماده دي، وكذلك بالنسبه لبقيه المواد التي تمثل الهويه اللي احنا دخلنا الجمعيه التاسيسيه في الاصل عشانها، بالاضافه الى المواد او الى صياغه اخرى للدستور. فاللي حصل ان احنا حققنا مكاسب في ذلك. احنا لما في الحوار مع جبهه الانقاذ كان في حاجه مهمه جدا، وهو الحفاظ على شرعيه الرئيس. وده كل الموجودين في الحوار ده قبلوا هذه النقطه، رغم انهم كانوا قبل كده بيطالبوا باسقاط وبيطالبوا بانتخابات مبكره وبيطالبوا حاجات كده. المهم ان هو احنا قلنا لا، الرئيس المنتخب يظل الى نهايه مدته، وما زلنا نقول ذلك. وبنقول الدستور الذي تم عليه الاستفتاء بطريقه يعني صحيحه لابد ان يظل كذلك الى ان يعدل بالطريقه التي تم. فاحنا بنقول مواقف سياسيه حصل فيها توافق. بس سيادتك قلت ان حزب النور مستهدف من تكتل يضم الاخوان وبعض السلفيين المؤيدين لهم في الانتخابات البرلمانيه القادمه. السؤال، حضرتك تقصد مين ومين هم السلفيين اللي تحالفوا مع الاخوان؟ والله في عدد بوضوح يعني. هناك من يعني يتكلم على ان الاخوان فقط هم رجال المرحله، وان السلفيين ما لهمش يتكلموا في السياسه، متخليكم في اللي انتوا فيه، كان السياسه شيء منفصل عن الدين، وان انت لو اتكلمت في الدين تبقى انت دخلت في مجال، اتكلمت في السياسه تبقى انت في مجال ليس مجالك. القضيه بالنسبه لنا احنا وجودنا في المجال السياسي كجزء من إقامة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، كجزء من إقامة شرع الله ودعوة إلى الله عز وجل في أوساط لم نكن نختلط بها قبل ذلك. هم كانوا يسمعوا عنا فقط من جرائد ووسائل إعلام النظام السابق، فلما يختلطوا بنا هيعرفوا حقيقة طريقتنا في التعامل. بالتأكيد أن كل دي وسائل دعوة إلى الله عز وجل، وعايزين
نحافظ على دعوتنا، ننمي هذه الدعوة، نصلح المجتمع، نساهم في إصلاح الوضع السياسي القائم. فمسألة أن يتقال أنتوا والكوش أنك تكلموا في هذا الباب، وأنه يتوجد تحالف في النهاية يصب في أن يكون أن الإخوان هم رجال المرحلة وحدهم، وأنه لا يوجد حزب آخر يصلح إلا أن يكون تابعا، هذا الأمر هو الذي نتكلم عنه بأن ده استهداف، وخصوصا لما تتعمل تحالفات ما يعني بين أحزاب أعلنت يعني لغاية دلوقتي بيقولوا في بيبحثوا فيها، لكن في جملة أحزاب تكون يعني أو أعلن فيها بعض أن لا مين من السلفيين يعني متحالف مع الإخوان الآن؟ والله أنا مش بحب أن أنا إيه أتكلم على أسماء بعينها، لكن حضرتك في بلا شك أن هو مجموعات من المشايخ السلفيين القاهرة وبيصرحوا بذلك وما لا يخبئون يعني، وأظن أن في تحالف يعني بين جملة أحزاب ذات مرجعية أو هيئة يعني عند الناس أنها ذات هيئة سلفية أو مرجعية سلفية، وإن كانت هي في النهاية من الجهة الواقعية بتصب في كونها تحالف الوطن الحر. أيوة بيصب في النهاية إلى أن هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور عماد أبو رايح وحزب الوطن وحزب البناء والتنمية فيما بلغني يعني أن في بينهم تحالف، والتحالف ده في النهاية بيصب في التحالف مع الحرية والعدالة في نهاية المطاف يعني أو في المرجعية النهائية يعني. لكن ده ما يعتبرش يعني شق للصف السلفي؟ والله حضرتك الصف السلفي ايه الفكرة اللي ممكن تكون او ايه العقيدة اللي ممكن تكون موجودة في حدوث في جزء اصلا عقدي وفي جزء سياسي. انا ما لا اميل دائما الجزء السياسي كان ما كانش يعني تحالف انتخابات ضد حزب النور اظن هو يعني قد يكون هذا هو الهدف يعني من هذه التحالفات يعني، لكن على اي الاحوال القضية مش شرط ان احنا دايما التحالف اللي ما يضمناش يبقى ضدنا. لا احنا يعني كل حد بيسعى الى اصلاح المجتمع احنا نرحب بذلك، والقضية ما هيش يعني حساسة بهذه الطريقة ان ده انشقاق. لا، لان ما كانش فيه اصلا التئام تام، والتعدد ده كان محتمل بالنسبة لنا زي ما قلت اللي بيقولوا انتوا تحالفتوا مع الاخوان وبعدين بقوا وحشين دلوقتي. لا مش كده، احنا ما كانش فيه اصلا هذا التحالف، احنا اتفقنا على قضايا معينه واختلفنا في قضايا معينه، وكذلك في الاحزاب الاخرى قد نتفق في مواقف وقد نختلف في مواقف، وبالتالي فاحنا ما كانش فيه اصلا حزب واحد فقط هو اللي بيعبر عن ذلك، ولذلك انا اقول هذا من الامور المحتمله يعني. انا بس حضرتك لما لو تشوف رد الفعل بعد حدوث حاله الخلاف بينكم مع الاخوان، وصديقي العزيز الاستاذ نادر بكار خرج بتصريحات يعبر عن حزب النور ومتحدث الرسمي وقال كانه يعني بيهاجم بشده، بل بالعكس انه كمان يعني اتهم الاخوان انهم طالعين في عمليات قتل تمت في ميدان التحرير في فتره الثوره وغيرها، يعني لدرجه يعني خرجت اقوال كثيره جدا يعني. هو الكلام كان اظن في السياق ان ايه ان مساعد الدكتور خالد هو مسؤول عنه، فبيقول اذا الحزب الحاكم مسؤول عن كل من فعله يعني مرؤوسي، والرئيس برضه هيبقى مسؤول عن ذلك اذا يعني بناء على ايه، بما ان اذا لو ان هذا على سبيل الفرض وليس ان ده تحميل مسؤوليه. وقال هيعمل قضيه ضد رئاسه الجمهوريه. بيقول ايه؟ قال هيرفع قضيه ضد رئاسه الجمهوريه. لا ده الدكتور خالد اللي كان قال بس اعتقد دكتور خالد انا اعتقد ان الامر ده يعني نرجو ان هو يتم تجاوزه يعني، مش من باب ان هو انا اجزم ان الدكتور خالد مظلوم وهذا حقه ولا نستطيع ان يمنعه، ولكن احنا بنقول احنا يعني من مما نرى ان يتم تجاوز هذه الازمه، والحمد لله ان هو استراحه من المسؤوليه. طب هل تعتقد حضرتك ان الخلافات بينكم وبين الاخوان ممكن تتحول الى هجوم ضد الرئيس مرسي؟ لا، بس لا يلزم من ذلك التوافق على كل المواقف يعني. احنا كان لنا موقف على الدستوري اعترضنا على مادتين فيه، احنا معترضين على ان الدكتور مرسي يصدر قرار قانون الانتخابات، قصدي يصدر قانون الانتخابات
من غير عرض المواد الاخرى الاضافيه على المحكمه الدستوريه. النهارده خلاص اهو. ما الحمد لله. ربنا ستر صحيح والله، لان اصدار القانون دون عرضه على المحكمه الدستوريه مره ثانيه بيعرض الامر ده طبعا على الدستوريه. طبعا العداله الدستوريه دي معناها ان احنا نخش انتخابات وتصرف مليارات وجهود هائله وبعد ذلك يحل المجلس مره ثانيه. ونقضي حياتنا كلها انتخابات بقى، بقى لنا سنتين في انتخابات واستفتاءات. هتضج من العمليه كلها. فاحنا احنا بنقول في حاجات ده مش مهاجمة للرئيس، لكن الاختلاف مع الرئيس امر لابد ان يكون الرئيس مثلا يعني محتملا ومسموعا، يعني يريد الاستبقاء او الابقاء على حكومة هشام قنديل، ويرى انه ليس باستطاعته او لا يمتلك الصلاحيات الدستورية طبقا للدستور لتغيير النائب العام، وانتم تصرون على الحكومة وعلى اقالة النائب لا العام. على فكرة احنا ما نقولش اقالة النائب العام، احنا نقول نطلب منه الاستقالة، انه رغب نقول له ان الامر ده ممكن يؤدي الى تخفيف الاحتقان فقط لا غير، وان فعلا الرئيس لا يملك الصلاحيات الدستوريه بالنسبه الى النائب العام، اما بالنسبه للحكومه هو يملكها. واحنا بنقول ان الامر ان الناس كلها تشعر. ممكن اسالك سؤال، مين يصلح لرئاسه الحكومه اذا الرئيس وافق على تغيير الحكومه؟ لا انا مش انا لا انا يهمني اسمع منك اسم او اسمين او ثلاثه. لا ما اقدرش والله. ليه؟ لان انا اكيد في تصوراتك في اسماء. لا انا حقيقه ما اقدرش ما فكرتش في الموضوع، لان دي مش مسؤوليتي. انا لو سئلت يبقى هفكر فيه. لكن انا مش حابذل مجهود يعني عناء ضخم جدا من اجل ان هو يكون غير مرغوب في طرحه اصلا كمان. طب هل هناك وساطه بينكم وبين الاخوان حاليا؟ اكيد في جهود في ذلك، لكن هي زي ما قلنا الاختلاف لا يلزم منه تعادي. يعني احنا مختلفين بالتاكيد. ولنا طريق وتصور مختلف، ولن يكون هناك تحالف في الانتخابات القادمه. ومع ذلك يعني الامر الوسطاء ايه المقصود؟ المقصود حسن الخلق في الخصوبه. انا اظن ان ما حصلش مننا رد حتى على الشبهات، وانما وصفها بانها تهم باطله فقط، وده اظنه اقل حق للمظلوم اللي بيتقال له انت منافق فيقول لا لست وليس هذا بنفاق. اللي يتقال له انت راشي او مرتشي فيقول هذا الكلام كذب وبهتان وظلم. اللي يتقال ان انت عميل لامن الدولة السابق فيقوم يقول ان هذا الكلام كلام باطل مخالف للحقائق اللي يعلمها كل احد من ماذا تعرضت له الدعوة السلفية عبر سنوات الدعوة، وان ما لا يوجد مثل هذا الكلام. ان لما اقول ان هذه ده اقصى ما قيل، اما ان يكون في حد اتهم باشياء اخر فاحنا بنجتهد قدر امكاننا بان احنا نلتزم باخلاق الاسلام عند الخصومه. هل فعلا رشحتم الدكتور كمال الجنزوري لرئاسه الحكومه؟ قيل ان حزب النور رشح الدكتور الجنزوري للعوده لرئاسه الحكومه. لا ما حصلش، فيما اعلم لم يحدث ذلك. نعم. هل تعتقد ان حزب النور والسلفيين قادرون على منافسه الاخوان والحصول على الاغلبيه في البرلمان القادم دكتور ياسر؟ اكيد ان شاء الله. اذا الانتخابات تمت بنزاهه فانا اظن ذلك بقوه. وهل هناك شك انها ممكن تتم بدون نزاهه؟ كل شيء وارد. احنا عايزين. طب ايه الضمانات اللي انتوا طالبينها عشان خاطر تتم بنزاهه؟ عايزين ضمانات. في اولا ان احنا انا بستغل الفرصه بان انا اقول لجميع تيارات داخل المنظومه القضائيه بانه اياكم مقاطعه الاشراف على العمليه الانتخابيه او تركها لتيار واحد. هذا الامر يضر ضررا بالغا. كل التيارات لازم تكون مشاركه، والمنظومه القضائيه باسرها لابد ان تكون مشاركه. نمره اثنين، طريقة اختيار الموظفين الذين يكونون مع القضاء، واحنا يعني لابد انها تتم بطريقة عشوائية غير مرتبة بشخصيات معينة او بافراد معينين يعني يخشى ان يكون لهم تأثير في هذه القضية. نمرة ثلاثة، قضية مندوبين للمرشحين وللاحزاب، لابد من تيسير استخراج يعني التصريحات الخاصة بمراقبة العملية الانتخابية داخل كل صندوق. نمرة أربعة، التأكيد على تسهيل مهمات لجان الحقوقية للإشراف على الانتخابات أيضا. نمرة خمسة، اعتماد نتيجة كل صندوق في اللجنة الفرعية كنتيجة نهائية طالما لم يحدث طعون. نمرة ستة، منعا أكيدا من مسألة التصويت خارج اللجنة الانتخابية.
لان معنى ذلك ان واحد يقول انا غريب هتصوت في اللجنه بتاعتي، يبقى انت اذا بتسمح بتعدد التصويت عده مرات. ان الاعتماد على ان الحبر هو فقط اللي هيعلم ده، ممكن واحد يحط الحبر كده ويتمسح، او ساعات يحطه وما ياخدش باله الموظف ان هو علم على ايده ولا لا. لا، ده كل واحد في لجنته ويتعلم عليه ويوقع. حاجه اكيده مساله سرعه اجراء، يعني سرعه اجراءات الانتخاب داخل اللجنه، ما يبقاش الطوابير الطويله تقف بالساعات الطويله زي ما حصل في الدستور، ان هناك البعض يظل واقفا في الطوابير الى ان يمل معظم الناس وينصرفوا. انا اللجنه بتاعتي في الدستور كان عدد على 6000، ولغايه الساعه 12 بالليل، لان هم قفلوا اللجنه الساعه 11 بس كنا دخلنا المدرسه، ما كانش فيه غير 2000 واحد فقط. ازاي حصل الكلام ده؟ بطء اجراءات الانتخاب ممكن تؤدي الى ابعاد ناس عن ممارسه دورهم. الحاجات دي عايزين نعملها كلها ويحصل تقسيم جيد. مساله الدوائر طبعا لابد من، انا اظن بعد المحكمه الدستوريه ما هتبص تانية في القانون، أظن ممكن تتكرر نفس الماساه، وهو انها تتعمل في 5 دقائق او في نص يوم وتتعمل وافق عليها ونرجع تاني الى نفس الماساه. فلذلك بقول تفتكر المحكمه الدستوريه هتعدي القانون؟ عشان كده بنقول اهو، كانوا عدوه اول مره يعني. جزاهم الله خيرا، احنا بنقول الكلام ده لازم يتم بشفافيه وبوضوح. ادي اجراءات لو تمت ان شاء الله هتبقى في يعني تحجيم شديد جدا لاحتمالات اي تزوير. دكتور ياسر، هل بالفعل جماعه الاخوان المسلمين تدعم حزب الوطن برئاسه الدكتور عماد عبد الغفور في انتخابات البرلمان لضرب حزب النور؟ والله انا ما عنديش، بسمع كلام الجرايد على دعم التحالف المكون ده كله، لكن انا ما عنديش بينات. النهارده انتشرت انباء ان هناك ضغوط على فضيله الشيخ محمد حسان لمنعه من تاييد حزب النور في الانتخابات البرلمانيه، لو ده حصل انتوا موقفكم ايه لو الشيخ حسان اعلن دعمه له؟ والله حضرتك الشيخ حسان اظنه اعز من ان هو حد يضغط عليه ويقدر هو يعبر عن ما يريد، ولكن انا ما عندي علم بهذه الانباء بصحتها، ما اعرفش، وما اظنش ان اي حد داعيه حد يقدر يضغط عليه يمنعه من ابداء رايه. هل حزب النور والدعوه السلفيه دكتور ياسر سيشاركان في مليونيه الاسلاميين ضد الرئيس مرسي التي دعت لها عناصر القوى الاسلاميه بحجه ان الاخوان يدعمون نشر المذهب الشيعي؟ احنا مش ضد الرئيس مرسي، لكن ناصحون له بان قضيه الشيعه قضيه خطيره جدا، وليست انها مجرد زيارات سياحيه، ده غزو ثقافي. اذكر دكتور مرسي بما قاله حينما جاء ليعرض ترشحه على يعني للحصول على تأييد الدعوه السلفيه وحزب النور، بادراكه لخطر الشيعه. اظن مئات الالوف من الشيعه انما ياتون لمحاوله نشر مذهبهم. قضيه المليونيه احنا شايفين ان الموقف، عشان كده اقول ده مش ضده، ده معاه، ده تذكير له بما اخذ من شاركوا في المليونيه فعلا؟ لا لا، احنا شايفين ان في وسائل فعاليات اخرى، خصوصا مع الاحتقان الشديد، ان في حاجات في التحرير فيها مشاكل، هنعمل مؤتمرات. ممكن تعمل مؤتمرات حاشده يتقال فيها الكلام اللي احنا عايزين نقوله، ولان الطبيعه طبيعه فكريه وليست طبيعه سياسيه. فلا بد ان احنا نوضح للناس ايه فكر الشيعه ده؟ ايه عقيده الشيعه دي؟ ولذلك المؤتمرات في المساجد اولى من المشاركه في مليونيه، وبنؤكد على اللي هيشارك في المليونيه انه يتجنب الصدام مع الفرقاء الاخرين الموجودين في التحرير، لان الدم خطر كتير كبير. دكتور ياسر، يعني هل انتم معترضون فعليا على التقارب المصري الايراني؟ سؤال اولا ليه؟ مع ان البعض شايف اننا لازم نتعامل مع كل الدول على قدم المساواه علشان المصالح المصريه. مخاطر عديده جدا في هذا التقارب. اولا لان ايران دوله طائفيه تسعى الى نشر مذهبها الشيعي الاماميه الاثني عشريه في كل دول العالم بلا هوادة، وتسيء، مش تسيء يعني تهين، تدم، تريد تدمير أهل السنة. تفعل ذلك في إيران، تفعل ذلك في العراق، تفعل ذلك في سوريا. ملايين الناس قد يعني سفكت دماؤهم، انتهكت حرمتهم
بسبب هذا التعصب، العقيدة الفاسدة التي عليها الشيعة لا يمكن أن تقبل، سب الصحابة رضي الله عنهم، الغلو في الأئمة وآل البيت إلى درجة العبادة أحيانا، صرف العبادات لهم من دون الله ودعائهم، واعتقاد أنهم يعلمون الغيب وأن لهم سلطان على كل ذرات الوجود وأن لهم أحوالا لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، سب عائشة رضي الله عنها وأبي بكر وعمر وتكفيرهم، الطعن في القرآن والقول بتحريفه، دي عقائد في منتهى الخطورة. أنا آجي أقول إن أنا أسمح لهم بالتواجد الهائل ده اللي ما حصلش في العهد البائد، وإن أنا بعد يعني مدة من الزمن ستتواجد علاقات، ومع فتح التأشيرات إلغاء التأشيرات الشباب المطحون مش لاقي شغل مش لاقي جواز يروح بقى يتزوج بالمتعة ولا بالزواج المعتاد ويحدث تداخل، بلا شك المئة ألف واحد دول هيجوا بيقولوا هيجوا يزوروا الأسر وأسوان، مع إن الكلام ده أولا مفيش تأشيرة تسمح له بالدخول، تمنعه من الذهاب إلى الإيه؟ إلى المشاهد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم. فإحنا بنقول لهم تعالوا شدوا الرحال إلى هذه البقاع التي هي في الحقيقة أصلا تاريخيا ما فيش حد مدفون فيها ولا حاجة، ولكن مع ذلك على أي الأحوال إحنا بنقول إن هم مش جايين بس عشان كده، دول جايين يختلطوا ببعض الطرق الصوفية الغالية اللي عندها غلو، مش كل الطرق الصوفية، لكن في بعض الطرق الصوفية بالتأكيد بتتناول قضية أئمة آل البيت ال 12 خصوصا بطريقة غير سنية بالمرة. التلاقي هذا خطر كبير جدا، دخول من باب الخلفي، لهم أرضية تاريخية بيقولوا إحنا عندنا، إحنا اللي أسسنا الأزهر وإحنا اللي بنينا القاهرة وإحنا اللي عملنا وعملنا وعملنا، فهم عايزين يرجعوا ياخدوا مصر مرة تانية. هم أخطر من الاحتلال، لأن الاحتلال مرفوض أولا من الشعب، مرفوض لأن هو ليس على دين الإسلام، دول بيقولوا احنا مسلمين. بس على مدار التاريخ الفاطميين حاولوا وفشلوا يعني. لا ازاي حضرتك، كل المشاهد الموجودة من أيام الفاطميين، وبعدين فشل مش فشلوا، ده جه صلاح الدين جزاه الله خيرا وألغى كل التراث يعني أو كل المحاولات الفاطمية، لكن 300 سنة أدت إلى انتشار عقائد الغلو في كثير من المناطق، وبحمد الله تبارك وتعالى صلاح الدين هو اللي أوقف هذه المأساة الخطيرة يعني. فالموضوع ده لا، موضوع خطير جدا، أخطر بقول من الاحتلال اللي كان حصل من فرنسا من إنجلترا، لأن الشعب كان رفضه تماما، مع إن الاحتلال ده أثر، وما زلنا نعاني من التغريب، وما زلنا نعاني من آثار الغزو الثقافي على بلادنا، ان هو مش قادرين نفصل ما بين استعمال الحضارة الحديثة وما بين الثقافة المخالفة لديننا، فاحنا ده اللي بنقول عليه انه لابد منه. دول بقى بيقولوا احنا مسلمين بنصلي ونصوم ونستقبل القبلة زيكم وكتبنا القرآن، يبقى هينشروا البدع بتاعتهم اضعاف اضعاف ما فعله الغرب، وبالتالي فاحنا بنقول ان ده خطر كبير جدا، وان هذه الاموال احنا محتاجين نحسن علاقاتنا مع دول الخليج بالتاكيد، وفتح الابواب لشعوبها انها ترجع تمارس يعني نشاطاتها المعتاده، اولى بكثير جدا اضعاف واضعاف في وسائل متعدده للاصلاح الاقتصادي، وليس من ضمنها استخدام وفود الشيعة الى مصر، السماح بالحسينيات ومحدش عارف يوقفها، وهي موجوده الان، ولو حد عايز يعرف خريطتها هي موجوده. ف يعني هنعمل ايه يعني؟ هنظل ندفن راسنا في الرمال الى ان تتحول هناك يعني بؤر شيعيه تنشر التشيع في مصر؟ بلا شك ان هذا خطر كبير، ودي احد نقاط الاختلاف. اكيد في سؤال بيطرح نفسه سيادتك، بتشوف طب ايه الهدف من التقارب يعني الايراني المصري مثلا في تقدير حضرتك؟ هو طبعا المبرر الاقتصادي، لكن هو في له خلفيه تاريخيه، وهو عدم تربيه يعني ابناء الجماعه والحزب على خطر الشيعه، هم ما درسوهمش ولا عرفوهم خطر هؤلاء، ولو جاملونا احيانا بكلمات طمانه، لكن المشكله ان ادراك ان في خطر حقيقي من ذلك مش موجود عند الكثير، لدرجه ان واحد بعضهم قال سب الصحابه ليس من مسائل العقيده، ده كلام خطير جدا، اللي ظن ان الخلاف بيننا وبينهم فقهي فقط، لا ده اختلاف زي ما قلنا في قضيه، هم بيعتقدوا ان الركن السادس من اركان الاسلام الامامه،
اللي ما يعتقدش ان علي بن ابي طالب هو الامام المعصوم ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق لغايه اللي دخل في استرداب محمد بن حسن العسكري، اللي ما يعتقدش انه مش مسلم ويسموه ناصبي يستحلوا دمه، وزي ما حصل في ايران وزي ما حصل في العراق وزي ما حصل في سوريا. بس في سوريا دي مأساة ضخمة جدا، ازاي احنا هنتقبل هؤلاء وجنودهم بيقتلوا ابنائنا في سوريا ازاي نقبلهم عندنا ونستقبلهم بكل الخدمة وتسهيل الخدمات، ويعني اخوانهم في حزب الله بيقتلوا ابنائنا واخواننا في سوريا وينتهكوا الحرمات بابشع ما يمكن. الكلام ده يعني ازاي تمشي الحكاية دي؟ كيف احنا ما عندناش ولاء لاهل السنه في هذه البلاد، مجرد ان احنا بنعلن استنكارنا وخلاص؟ ولا لابد ان يكون في رد فعل على هذا الكلام. عدم قبول سفر الشباب المصري الى ايران يروح يعني يتشرب هذه الافكار خطير جدا. حضرتك قلت ان الاخوان يحاولون تحجيم الدعوه السلفيه، ازاي وليه؟ الحقيقة ان الامر ده في منافسة تاريخية ما بين الاخوان وبين السلفيين، بس ظهرت على السطح مؤخرا بعد الدخول في المنافسة السياسية. فالامر ده الدعوة السلفية ركزت خلال 30 سنة اللي فاتوا او 35 سنة على العمل الدعوي الاجتماعي، وقلنا ان مشاركتنا في العمل السياسي مفاسدها اكثر من مصالحها فلم نشارك فيها في العهد السابق. تغير الموقف بعد الثورة، فهناك شعور بان المنافس الحقيقي هو الدعوة السلفية. بالمناسبة ايه موقفكم من ما يطلق عليه اخوانة الدولة؟ في اخوانة الدولة فعلا؟ والله اقول لحضرتك حاجة، الدولة كبيرة قوي والدولة العميقة كبيرة جدا، لكن احنا لاحظنا بدايات معينة خصوصا في وزارة الأوقاف وزارة التربية والتعليم، وأظن في ملف ده لدى الرئيس في محافظات إخواننا هم اللي جمعوها في كل محافظات الجمهورية. هو وصل للرئيس 13 أظن محافظة. دكتور غزلان النهاردة قال اللي عنده ملفات عن إخوانة الدولة طلعها، هل في ملفات عند حضرتك؟ والله اتسلمت للرئيس فعليا. تحتوي على ايه هذه الملفات؟ تحتوي على المناصب الحساسه او الكبيره التي تم وضع ناس فيها ينتمون الى جامعه الاخوان مقدمين على غيرهم، يعني وكالات الوزارات ونحو ذلك في وزاره الاوقاف ومديرين عموم في كذا مكان. واحنا حصلت احداث كثيره جدا، منها سحب تراخيص لاخواننا في محافظه البحيره، تصريح خطابه بمجرد ما تسلم وكيل الوزارة الجديد مهامه، مكاتب يعني المستشارين والوكلاء الوزراء. الامر يعني انا اظن يعني ان احنا مش عايزين نطلعه المنافع على الاعلام، يعني من ان احنا فعلا نريد الاصلاح ولسنا نريد التشهير، لكن انا بحذر من في نقطة معينة موجودة حصلة فبقولها. واحنا بنقول ان المسألة دي لابد من مراعاة ضوابط معينة بحيث ما يبقاش فيه يعني سيطرة لاتجاه واحد بس على كل حاجة. الأمر ده هو وغيره لابد أن يكون فيه مشاركة حقيقية. حضرتك قدمت استقالتك من عضوية الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح. الموقف أنا الاستقالة أسبابها مكتوبة، أنا كنت منتظر اسمها هيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. نرى أن لنا حقا كدعوة وكأشخاص سمينا من قبل يعني اعضاء بل من يعني مسؤولين في الهيئه الشرعيه في مراكز عليا فيها. كان سبق للهيئه الشرعيه يوم بعض المشايخ الاعضاء اتهموا ببعض من البعض بتهم دون ما اتهمنا به كثير، ان اصدرت بيانا برأت المشايخ فيه واستنكرت التهمه وطالبت بمقاضاه المتهم. فكنا ننتظر بان التهم العنيفه التي اتهمنا بها والكلام اللي اثير في قضيه الدكتور خالد علام الدين هم اطلعوا فعلا على ادله ادانه، وكان لابد ان هو سكوتك معناه ان هو حاصل فعلا. حضرتك اطلع قول، لكن ما يكفيش ان حضرتك تقول لي في غرفه مغلقه انا ما شفتش حاجه. ما شفتش حاجه، اطلع قول الناس ما شفتش حاجه. انا شفت ان هذا تضييع لهذه الحقوق.
كان هناك من يريد ان يضع يده على الهيئه الشرعيه ان يفرض وسائل القياده. احنا لاحظنا ان في كل المواقف السياسيه واحنا يعني اظن بعض الحوار اللي حصل ان هذه المساله لابد ان تحسب ان كل المواقف السياسيه كانت تصب في اتجاه معين وليس انها هيئه تنسيقيه معناها انها تنسق بين الافراد الموجودين داخل الهيئه. المفروض انها افراد موجودين وليست انها تمثل دعما لاتجاه سياسي حتى ولو كان تأييد لما يصدره الرئيس، لان احيانا بيطلب يعني تأييد مسبق تأييد ايا ما كان، واحنا بنقول لا انا لازم اطلع اولا على ما سأؤيده او ما ارفضه. انا بقول انا اؤيد ما هو حق وارفض ما هو بس. حضرتك ليه رفضت دعوه هيئه الاصلاح للصلح بين الاخوان والسلفيين؟ احنا اتفقنا ان الاختلاف حاجة والعداوة حاجة تانية. احنا عندنا اختلاف، فما تقلق الصلح. انت ماذا تقصد بذلك؟ انك تعمل انتخابات في تحالف واحد؟ انا ارى ان هذا يضر المشروع الاسلامي، انا جازم بذلك، مش عشان خاطر انا زعلان. القضية مش ان احنا اختلفنا على الكراسي زي ما البعض بيقول، احنا الموضوع ده مش مهم بالنسبة لنا، لكن احنا عايزين السلوك الإسلامي لابد أن يكون هو العنوان التعامل بيننا. وهذه القضية بنقول إحنا مسألة إن إحنا يكون في تحالف في انتخابات قادمة، الأمر ده أنا شايفه يضر المشروع الإسلامي ويجيش ضد المشروع الإسلامي كل القوى التي يمكن أن يكون بعضها ساعيا إلى إسقاط البلد كلها وليس فقط إسقاط الحكم. ولذلك القضية خطيرة. إحنا بنقول إحنا مطلبنا ان احنا يكون في علاقات سويه، في حصل نوع من التعدي رد هذا التعدي، وانت بتقول هي اصل الحقوق والاصلاح. الاصلاح يتم ازاي؟ الاصلاح ده يتم اولا بان ترد على الباغي باغيه وتقول اذا كان في انت شايف انه مش باغي قول لي، لكن هتقول لي انا معترض على ما قيل في حقك سرا، انا ارى ان واجبك انك تروح تبلغ كده وفي نفس الوقت تعلن موقفك، ده على الاقل تشعرني بانك يعني منصف في هذا البيت. عايز اعرف راي حضرتك في الدعوه. مع تقديري وحبي فعلا لعامه مشايخ السلفيه الجهاديه اعلنوا برلمانيه، كيف ترى هذه الدعوه؟ انا معترض على يعني هذه التسميه. هي زج باسم السلفيه في هذا الباب. بمسألة الانتخابات البرلمانية أنا هذه اتجاهات العنف اللي سميت بذلك انها لا ترى اصلا الحل السياسي باي درجة من الدرجات، وترى ان الانتخابات وسيلة يهودية كفرية. الامر ده غلو بلا شك، والامر ده مخالف لأدلة الشرع التي تدل على مراعاة المصالح والمفاسد، تدل على مراعاة القدرة والعجز في كل الامور التي نتعامل معها، على مراعاه موازين القوى الموجوده. انا لابد ان اعرف من اخالف ومن اعادي، وقوه المخالف ليا وقوه المعادي ليا، ودي ادله الشرع امرت بذلك. ربنا عز وجل حتى في القتال قال اياكم منكم 100 صابرون يغلبوا 200. فاحنا اذا مأمورين احنا نقيس قوانا وقوى العدو، مش ان انا اصطدم وخلاص، وبالتالي ان انا اعلن الحرب على كل دول الكفر في العالم مثلا. وبالتالي فبنقول ايه وسائل الاصلاح الممكنه؟ ما هو الفرق بين المأمول المرجو وبين الممكن المتاح؟ الخلط بين الاثنين دول واعتبار ان ممارسة الممكن المتاح تضييع للمرجو والمأمول كلام غلط. انا ما زال عندي المرجو والمأمول هو الهدف، ولكن الممكن المتاح انا بمارسه دلوقتي، انا عيني على المرجو ورجلي بمشي بيها بالممكن. لذلك قضية الانتخابات مسألة تحريمها أولا ده خلاف فتاوى أهل العلم الكبار من السلفيين، مشايخ السلفيين، وإن ده في الحقيقة مردها إلى المصلحة والمفسدة، وإن إحنا كنا بنرى المقاطعة لأنها كانت تمثيلية ومسرحية يراد بها تجميل صورة النظام البائد وليس لها أي فائدة، ثمن تدفعه غالي جدا في مقابل لا شيء. وليس إن إحنا بنحرم، بالعكس، حتى في النظام البائد كنا بنقول ان المشاركة بشرط البراءة من حق التشريع لغير الله، والبراءة من مظاهر الولاء لغير دين الله سبحانه وتعالى، واقرار بصحة والملل المختلفة مثلا، ان اذا كان هيلتزم بالضوابط دي يبقى المسألة محل اجتهاد،
احنا بنختار عدم المشاركة، لكن دلوقتي بنقول احنا بنختار المشاركة. فعدم التفرقة بين ما يسوغ وما لا يسوغ من الخلاف وجعله دايما كف دائما ده لابد من هدمه. انا اظن ان هذه المسائل لو هم رجعوها بتروي سيتغير موقفهم. توقعات حضرتك تاخد كام في المية من مقاعد البرلمان؟ والله يعني ما حدش يقدر يحسبها في ظل الاضطرابات الحالية، لكن انا اظن ان شاء الله ان حزب النور سيكون في المقدمة. شايف ازاي اداء الحكومة والرئاسة في احداث العصيان الاخيرة في مدن القناة والمنصورة؟ انا كنت ارى ان المبادرة مخرج، مبادرة حزب النور مخرج من هذه الازمة، وما زالت تمثل ذلك. فانا كنت اتمنى ان يكون التعامل مختلفا حتى نقي بلادنا جميعا شر هذه الفتن، واحنا الوضع مؤلم للغاية، ولذلك بنرجو ان تعاد يعني المبادرة للمناقشة والحوار، وان احنا نفكر ان احنا نتعامل فعلا عشان نقدر نوصل الانتخابات. شايف ازاي الحوار ممكن ينهي يكون بديل عن الانقسام الحالي؟ ايه المطلوب عشان نخرج من اللي احنا فيه؟ ان يكون حوار حقيقي يتميز بالصدق والشفافية وتحمل المسؤولية عن البلد كلها، ليس لحزب واحد ولا طائفة واحدة. كل حد بيفكر في مصلحته هو بس عنده استعداد يعني يعرض ملايين المصريين لآلام وأحزان وسفك دماء يتحمل المسؤولية. فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، أنا شاكر جدا حضورك وشاكر جدا هذا الحوار. ربنا يبارك فيك. ونلتقي على خير دائما إن شاء الله بإذن الله. سهرنا الناس. أستاذ ياسر يحضر إيش وصلوا الفجر. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من 90 دقيقة. بشكركم جدا. أسبوع على خير.